موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقال بعضهم من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفر أهاليهم. عن ابن عمر: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز والجبن والخبز والخل. عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز والتمر. عن عبيدة السلماني: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز والسمن. عن ابن سيرين: كانوا يقولون أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. واضح الناس زمان كانوا بيغمسوا السمن أو الزيت بالعيش كده فقط يعني. عن الحسن قال: خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن. عن الضحاك قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، الخبز واللحم والمرقة. عن يحيى بن حياء بن حبان الطائي قال: كنت عند شريح فأتاه رجل فقال: إني حلفت على يمين فأثمت. قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قدر علي. فما أوسط ما أطعم أهلي؟ قال له شريح: الخبز والسمن والخل. طيب. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح: ذلك ثلاث مرار، لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيت إن أطعمت الخبز واللحم؟ قال: ذلك أرفع طعام أهلك وطعام الناس. عن علي في كفارة اليمين قال: يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خلا وزيتا. عن أبي رزين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: خبز وزيت وخل. عن هشام بن محمد قال: أكلة واحدة خبز ولحم. وقال: وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإنكم لتأكلون الخبيص والفاكهة. واضح أن الناس بتتفاوت في مكان، من مكان إلى مكان. عن هشام عن الحسن قال: في كفارة اليمين يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، فإن لم تجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم تجد فخبزا وخلا وزيتا حتى يشبعوا. طبعا خبزا ولحما هذا ليس أوسط ما يطعم الناس عندنا. الناس عندنا يطعمون الأرز، ولا مانع من الخبز مع إدام آخر، خبز وخل، خبز وزيت، وإن كان هذا ليس هو القوت عندنا. ما حدش بيأكل خبز وزيت ولا خبز وسمن ولا خبز وخل. يبقى خبز وفول ماشي،
يجيب لهم خبز وفول لا بأس حتى يشبعهم، والأفضل في ذلك الأرز. قال عن زبرقان قال سألت أبا رزين عن كفارة اليمين ما يطعم، قال خبزا وخلا وزيتا من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك قدر قوتهم يوما واحدا. يعني هنلاقي بعض العلماء قال ما تغديهم وتعشيهم وجبتين، يعني في علماء قالوا مرة واحدة، لا كله هيقول يعني أي مكان، في بعضهم يقول قوت يوم. ثم اختلف قائل ذلك في مبلغه، فقال بعضهم مبلغ ذلك نصف صاع من حنطة أو صاع من غيره من الحبوب غيرها. عن عمر قال إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم 10 مساكين لكل مسكين مدان من حنطة. مدان من حنطة يعني 1350 جرام، يعني 350 جرام قمح كله مطي. هو ها والخل بيطهى، ده قول ثاني اللي بيقول خبز وكذا، ده غير اللي قال بالساعات يديله ساعات. ما هو عمر هو بيتكلم على مدين لكل مسكين، يديله مدين قمح وهو يتصرف. عن يسار بن نمير قال عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر. يبقى هنا ما قالش من غيره من الحبوب صاع، قال صاع بين كل مسكينين، يعني نصف صاع لكل واحد. عن علي قال كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. عن إبراهيم من أوسط ما تطعمون أهليكم قال نصف صاع بر كل مسكين. عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير أجمعهم؟ قال لا، أعطيهم مدين من حنطة، مدا لطعامه ومدا لإدامه. يعني هيغمس، هيعمل واحدة طعامي دي والله أعلم هيعمل بها ايه، يعني لا يعملها زي الفريك مثلا والتانية يعملها ايه، او لا واحدة خبز والتانية فريك يعملوا عشان يغمسوا. يعني إدامي بقى ده الفريك وطعامي ده الخبز. عن حسين قال سألت الشعبي عن كفارة اليمين فقال مكوكين. مكوكين، مكوكا لطعامي ومكوكا لإدامي، مكوك اللي هو المد. عن ابن عباس قال لكل مسكين مدين. عن ابن عباس قال لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين. عن مجاهد قال مدان من طعام لكل مسكين. جابر بن زيد في إطعام المسكين في كفارة اليمين فقال أكله، قلت فإن الحسن يقول مكوك بر ومكوك تمر، ترى في مكوك بر كما قال، ترى في مكوك بر ها؟ أنا مش عندي فما، لا في فما ترك، فما ترى في مكوك بر. فقال إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب قال ابن علي قال أبو سلمة بيده كأنه يراه حسنا، يقول قال بيده يعني حرك يده كده، لا ليه يعني عايز يقول لماذا لا، يعني يقول كأنه يراه حسنا دي اللي وضحت. عن الحسن أنه كان يقول
في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام مكوك تمر ومكوك بر لكل مسكين. يعني الحسن قال إن جمعهم جميعهم إشباعة واحدة، وإن أعطاهم مكوكا مكوكا، سواء كان من تمر أو سواء من بر. قال كان الحسن يقول: فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر. عن أبي مالك: في كفارة اليمين نصف صاع لكل مسكين. عن الحكم في قوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: إطعام نصف صاع لكل مسكين. عن إبراهيم قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: نصف صاع. عن الضحاك بن مزاحم قال: الطعام لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر. وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كل شيء من الحبوب مد واحد. يبقى احنا عندنا الأولين قالوا ايه؟ تديهم خبز وطعام، والتانيين قالوا ايه؟ تديهم ايه؟ مدين، نصف صاع. والقول الثالث أنه قال مد واحد. عن زيد بن ثابت أنه قال: في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. عن ابن عباس: في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين، ربعه إدامه، هيعمل بيه عيش والباقي يعمله طبيخ يغمس بيه، ربعه. عن ابن عباس نحوه. عن ابن عمر قال: إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد. عن ابن عمر قال: مد من حنطة لكل مسكين. عن ابن عمر أنه كان يكفر اليمين 10 أمداد بالمد الأصغر، لأن كان في العراق عملوا مد كبير بعد كده، بعد مدة فأكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، وده أصبح المشهور عندهم، لكن عشان كده قال المد الأصغر اللي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو 700 جرام رز، وفي القمح 650 أو 700. عن سليمان بن يسار قال: عن عبيد الله عن القاسم ومين؟ وسالم. عن القاسم وسالم: في كفارة اليمين ما يطعم، قال: مد لكل مسكين. عن سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا كفر أحدهم كفر 10 أمداد من المد الأصغر. عن عطاء في قوله: إطعام 10 مساكين، قال: 10 أمداد، 10 أمداد ل10 مساكين. عن قتادة عن الحسن قوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: كان يقال: البر والتمر، لكل مسكين مد من تمر ومد من بر. لا، هو مد من كده ومد من كده، الواو دي بمعنى أو، ويمكن ان هو يكون لان هو جايب قول الحسن في القول بتاع ان هما مدين، وجايب نفس الكلام وجايبه هنا بان هو ايه؟ مد. عن عطاء قال: مد لكل مسكين. قال ابن زيد في قولي: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: من أوسط ما تعولونهم، قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنطة. قال أبو زيد: هو الوسط. قال ابن زيد، صحيح خطأ في المطبوعة، قال ابن زيد: والوسط مما يقوت به أهله، ليس بأدناه ولا بأرفعه. عن سعيد المسيب: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: مد. وقال آخرون: بل ذلك غداء وعشاء. انت عندك بالذال ولا بالدال؟ بالدال. والمطبوعة غلط، بالذال، هي غداء وعشاء.
عن علي قال في كفارة اليمين يغديهم ويعشيهم. مكتوب غلط في الموضعين في المطبوعة. عن محمد بن كعب القرضي في كفارة اليمين قال غداء وعشاء. عن الحسن قال يغديهم ويعشيهم. وقال آخرون إنما عنا بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما يطعم المكفر أهله. قال إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة، وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله في عسره ويسره. عن ابن عباس قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين، وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره. عن ابن عباس قال هو أن تطعم كل مسكين من نحو ما تطعم أهلك من الشبع أو نصف صاع من بر. عن ابن عباس قال من عسرهم ويسرهم. فده قول تاني غير القول الأولاني خالص اللي هو بيقول من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل البلد. يعني شوف هو كل واحد بقى حيبقى متفاوت من أوسط ما يطعم أهله هو شخصيا. عن ابن عباس عن عامر قال من عسرهم ويسرهم. عن ابن عباس ذلك. عن سعيد بن جبير من أوسط ما تطعمون أهليكم قال قوتهم قوتهم. عن سعيد بن جبير قال قوتهم. عن سعيد بن جبير من أوسط ما تطعمون أهليكم قال كانوا يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. عن سعيد بن جبير قال كانوا يطعمون الكبير ما لا يطعمون الصغير، ويطعمون الحر ما لا يطعمون العبد، فقال من أوسط ما تطعمون أهليكم. عن الضحاك قال إن كنت تشبعهم فأشبعهم، وإن كنت لا تشبعهم إن كنت تشبع أهلك فأشبعهم، وإن كنت لا تشبعهم فكل قدر ذلك كل واحد قدر ذلك. عن ابن عباس قال من عسرهم ويسرهم. قال ابن عباس كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعضهم قوتا فيه سعة. قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والزيت. وأولى الأقوال في تأويل قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم عندنا قول من قال من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة، وذلك أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها بذلك وردت، وذلك كحكمه صلى الله عليه وسلم في كفارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعا بين ستين مسكينا لكل مسكين ربع صاع، ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم شيء من الكفارات أمر بإطعام خبز وإذان ولا بغداء وعشاء، فإذ كان ذلك كذلك وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته كان سبيلها سبيل ما تولى الحكم فيه صلى الله عليه وسلم من أن الواجب على مكفرها من الطعام مقدار للمساكين العشرة محدود بكيل دون جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم، إذ كانت سنته صلى الله عليه وسلم في سائر الكفارات كذلك. فإذ كان صحيحا مما قلنا مما به استشهدنا فبين أن تأويل الكلام ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أعدل إطعامكم أهليكم،
وأن ما التي في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم بمعنى المصدر لا بمعنى الأسماء، من أوسط الذي، لا من أوسط طعامكم أهليكم، لا بمعنى الذي، لا بمعنى الأسماء يعني الذي. وإذا كان ذلك كذلك فأعدل أقوات الموسع على أهله مدان، وذلك نصف صاع في ربعه إدامه، وذلك أعلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة في إطعام مساكين. وفي ده اللي هو في كفارة الحلق من الأذى وكفارة الظهار، ونحن نلزم في كفارة الظهار بذلك. وأما كفارة الفطر عمدا في رمضان المجامع في رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم مدا لكل مسكين. هو ابن جرير بيقول أن كل واحد حسب مقدرته، يبقى الواسع يطعم نصف صاع، لأن كفارة اليمين ما وجبتش إيه منصوص عليها، الواسع يطعم نصف صاع ولا يرى جواز المطبوخ والمقدوم أو الخبز، يجيب طعام يملكهم، يقول ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأعدل أقوات المقتر على أهله مد، وذلك ربع صاع، وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين. وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين الخبز واللحم وما ذكرنا عنهم قبله، والذين رأوا أن يغدوا أو يعشوا، والذين رأوا أن يغدوا ويعشوا، فإنهم ذهبوا إلى تأويل قولي من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم، فجعلوا ما التي في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم اسما لا مصدر، يبقى المعنى الذي، فأوجبوا على المكفر إطعام المساكين من أعدل ما يطعم أهله من الأغذية. وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات غيرها التي يجب إلحاق أشكالها بها، وإن كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب إلحاقها بها. يعني يقول وذلك مذهب هو قوي يعني والله أعلم، لكننا نقول أن المكفر مخير، فلو قال ببعض أقوال بعض السلف في ذلك أطعمهم حتى أشبعهم وجبة واحدة فقد أجزأه. والحد الأدنى في الإطعام مد لكل مسكين، والأفضل خصوصا للمتأثر مدان لكل مسكين، وإن فعل الأخرى أجزأه. ها؟ الأخرى اللي هو أطعمهم حتى أشبعهم، يعني إحنا بنقول هيطعم يأدي كميات يمد يمدين على حسب حاله، يا إما يجمعهم حتى يشبعهم، يجيب لهم الخبز والإدام اللي هو متعود عليه مع أهله. بس إحنا عندنا على فكرة مفيش حد يوكل أهله وجبتين لحم خبز ولحم، إحنا عنده وجبة فطار يوكلهم الأغلب العام فول وعيش مثلا أو طعمية أو نحو ذلك، وبيوكلهم العشاء جبنة فول برضو، اللي بيبقى عنده لحم ده بيبقى وجبة واحدة في اليوم في الأغلب العام. يعني من اللي هياكل عنده نقرس بقى اللي يجيله صبح وظهره بالليل يوكلهم لحمة، ها؟ فلا ما هيجيله سمك، يجيله نقرس برضه. السمك ده بدل اللحم، اللحمة والسمك دول زي بعض، فمحدش بيعمل كده في الأغلب العام إلا بعض البلاد مثلا اللي على أكلهم السمك على طول عشان هما بيصطادوا، بيبقى الأمر هو ده المتيسر. على أي الأحوال نحن نقول أن المد يجزئ للفقير، والمتيسر ينبغي أن يكون مدان. وحنأتي لأقوال الفقهاء الأئمة الأربعة يعني مختلفة في ذلك أيضا،
وإن جمعهم حتى أطمعهم حتى أو أطعمهم حتى أشبعهم أجزأ ذلك. قل قبل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.